السيد رئيس هذه المؤسسات نحيوه على الانفتاح ديالو على الجمعيات في الحقيقه، لان كل ما كان نفكروا اننا نديروا شي لقاء ولا شي حاجه الاخوان ديالنا جمعويين هما انه تيتجهوا لعند الاستاذ عبد الرئيس هذه المؤسسه، وتنشكره بزاف لان هذا هو الانفتاح بصح. وفيما يتعلق بالدمج المدرسي، انا بالنسبه لي يعني ما تيبقاش يعني المسؤوليه غير على يعني المديريه حقيقه، لان انا من الناس اللي تنشتغل على الاعاقه، يعني لا من ناحيه لا ديال التعليم ولا من الناحيه الحقوقيه ولا من الناحيه الاجتماعيه. انا احنا تنطلب من جميع المؤسسات انهم لا الجماعات ولا العماله ولا الجميع المصالح الخارجيه انهم ينخرطوا في هذا العمل الا بغينا اننا بصح يكون عندنا يعني التعليم في واحد المستوى اللي تيليق الجميع، لان في الحقيقه عندنا مشكل ديال الولوجيات. انا بصح ها المدرسه ولكن فين هي الولوج؟ فين كيفاش باش يدير يوصل نموذج؟ انا كنت كنمشي لواحد المدرسه في عندنا في جهه البحر، يعني واحد الابتداء اعدادي تحت على البحر على عين شقه، يعني في الباب كاين الدروج جروبو الجروبو، وهذا كيحسني انني نقول واش حنا هنايا كمسؤولين في الاقليم ما كنشوفوش ديك الباب فيها الدروج، ما نقولوش لوزاره التربيه الوطنيه او للمديريه الاقليميه، حنا كاملين نكونوا مسؤولين. وكنطلب انا من الساده والسيدات المديرين، لان تنحييهم ماشي مشكل في الحقيقه ديال الاقبال ديال الاطفال الذهنيين او هذا ماشي او المعاقين، ماشي مسؤوليه، لان الاغلبيه ديال الاساتذه لان ربما ما تيكونش عندهم تكوين ولا شي حاجه وهذا، وتيتهربوا انهم يتحملوا مسؤوليه داخل ديك القسم. ربما العدد الكبير ديال هذا، ربما هذا، لان انا عندي حاليا عندي واحد الحاله وكنت انا تواصلت مع السيده المسؤوله، وعلى اساس انه راه مسجل دابا في المسار، ولكن ما قدرش يستقبلوا المدرسه لاسباب ما عرفتش. ولهذا انا تنطلب من هذا المنبر ان يعني كنرافقوا الاطفال ديالنا، كنلقاو تجاوب، ولكن كاين بعض الاساتذه ما تيتجاوبوش معنا في الحقيقه، ولهذا عندهم انا ما نسميتش عليهم، لان راه اي واحد عنده شي حاجه اللي ما يكونش، لان هو طفل كما هو راه تيقول هو تربوي راه ولده، ولكن راه المشكل ماشي ديال ديك الاستاذ، راه المشكل ديالنا كاملين حنا كمسؤولين. ربما ما موفرينوش الفضاء يعني اللي يمكن انه يكون ما كاينش واحد مجموعه الحوايج، ولهذا خصنا نضافوا الجهود كاملين ونديروا خدمه مجموعه